كشفت الحرب الروسية الحالية على أوكرانيا عددا من الاستنتاجات على طبيعة الحرب الحديثة، واستعرضها الدكتور جوزيف ناي أستاذ العلوم السياسية ومبتكر مصطلح القوة الناعمة في مقال له، حيث أشار البروفيسور ناي إلى أن الترابط الاقتصادي بين روسيا والغرب لم يمنع الحرب، في حين أن هذا الدرس كان معترفا به على نطاق واسع، خاصة بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى بين الشركاء التجاريين الرائدين في العالم. كما كان من بين استنتاجاته إنه بينما يمكن للعقوبات أن ترفع التكاليف على المعتدين، إلا أنها لا تحدد النتائج على المدى القصير، فلم تستطع العقوبات رغم قوتها إيقاف روسيا. كذلك أشار إلى الفارق الذي أحدثته حرب المعلومات، فنتائج الحرب الحديثة لا تعتمد فقط على جيش من سيفوز، ولكن أيضا على من الذي ستنتصر قصته. وهنالك أيضا ما أثبتته هذا الحرب من القدرة السبريانية ليست رصاصة فضية كما كنا نظن، فقد توقع العديد من المحللين هجوما إلكترونيا روسيا على البنية التحتية لأوكرانيا والحكومة في بداية الغزو. مع ذلك لم تحد من تواصل الرئيس الأوكراني مع العالم. وأخيرا والدرس الأكثر أهمية والذي يجب أن يعيه الجميع، أن الحرب ليست نزهة ولا يمكن التنبؤ بها ولا بكيفية انتهائها، والله الموفق.